الأخبار من الرأي. أهلا بكم في موجز أخبار الرأي. قام مبعوث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، نقل من خلالها رسالة شفهية إلى الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية من أمير البلاد، تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. قرر العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين تكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة هاني الملقي في خطوة تهدف إلى نزع فتيل احتجاجات واسعة النطاق على سياسات اقتصادية حكومية. فيما قال الملك عبد الله بن الحسين: إني أقف مع الشعب وأقدر حجم الضغوط المعيشية على المواطنين. والرزاز خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، وكان وزيرا للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض المجلس ما تم إنجازه خلال الخطة السنوية للعام 2017-2018 وأهم نتائج متابعة تنفيذ مشروعات هذه الخطة. وكذلك تم استعراض تفعيل نظام محاسبة المسؤولين عن المشروعات المتعثرة. وقد كلف المجلس وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة. من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم لفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 15 لمجلس الأمة اعتبارا من انتهاء الجلسة البرلمانية المقررة في 28 من يونيو الحالي، وقرر رفعه لأمير البلاد. أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن عبارات الاعتذار التي تقدم بها الرئيس الفلبيني إلى الكويت على ما بدر منه من عبارات قاسية بحقها مؤشر إيجابي على حرصه على تجاوز هذه الأزمة. وقال الجارالله إن الاعتذار يشير إلى حرص الرئيس الفلبيني والأصدقاء في هذا البلد على الالتفات إلى المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما. سجلت جهات متابعة للشؤون التعليمية انخفاضا في نسبة الناجحين بين عموم طلبة الثانوية العامة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كان أشدها انخفاضا هذا العام، فقد بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي لهذا العام 69.84% بعد أن كانت تتجاوز 80% العام الماضي. أما القسم الأدبي فسجل نسبة نجاح بلغت 63.89% بعد أن كانت تتجاوز 75% العام الماضي. وقد عز تربويون هذا الانخفاض إلى تطبيق قرارات ولوائح محاربة الغش، فيما كان وزير التربية الدكتور حامد العازمي قال إن نسبة النجاح كانت متوقعة. ومع إعلان نتائج الثانوية العامة تفاعلت الأوساط الجامعية مع النتائج، وبادرت لجان وقوائم القبائل الطلابية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي إلى تهنئة الطلبة الخريجين. وأكدت إعلانات للجان بعض القبائل استعدادها لخدمة أبناء القبيلة في التسجيل في الجامعة متمنية التوفيق للجميع. بعد الإعلان عن نتائج طلبة الثانوية العامة، عبر بعض الطلبة الفائقين للرأي عن فرحتهم بالنتائج التي حصلوا عليها بعد ما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي للحصول على هذا النجاح الباهر، كما أعربوا عن شكرهم لأسرهم ومعلميهم. كنت أدرس أول بأول
كنت متوقع الحمد لله على المجهود اللي بذلته. الحمد لله كنت متوقع. بعد دخول رمضان كنا نعاني شوي دوخة بسبب الصيام والتخربط أوقات النوم، لكن الحمد لله عدى كل شيء على خير. من سنة تقريبا بدأت أفكر بالطب، وصراحة شجعتني الوالدة. الحمد لله بذلت كل شيء عشان أوصلها إن شاء الله، إن شاء الله راح أدخلها في رحلة. الحمد لله كنت أنا حابب موضوع إن أنا أطلع من 10 غير على الكويت، وكنت بجتهد وبسعى إن أنا أوصل لكده، وبرضه بتحفيز الأهل، كان أهلي بيحفزوني على طول وكانوا بيوفروا لي كل اللي بحتاجه، وكنت بذاكر شبه يوميا بانتظام عشان ربنا يكرمني ان شاء الله واطلع من 10 الاوائل. والدي ووالدتي طبعا كانوا بيساعدوني على طول، ومن مدرستي في المعلمين بتوع المدرسه في معلمين ممتازين كانوا ما بيقتصروش اي جهد عشان يساعدونا. كنت متوقع الحمد لله نحصل على النتيجه بناء على نتائج اللي قبل كده، والاستعدادات كانت مختلفه شويه يعني عن كل سنه عشان تعبت شويه قبل الامتحانات، فبدات من قبل 10 ايام يعني كثفت المذاكره وكنت بطبق كذا يوم ورا بعض، والحمد لله قدرت ان انا احصل على الدرجه دي ان شاء الله لو ربنا اراد كليه سياسه واقتصاد. أشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بمشروع الهيكل الجديد للوزارة المعروض على لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة لإقراره. وقال الدوسري إن الهيكل الجديد جاء بفكرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو معمول به في بعض دول الخليج العربية. لا شك أنه مقترح يعني طيب، وإن شاء الله يرى النور، وما تم اقتراح هذا إلا برغبة من سيدي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وإن شاء الله بعد مناقشته في مجلس الأمة هنالك عاد يعني سوف يكون له يعني إنه ينزل على أرض الواقع بعد تحديد الاختصاصات والمهام وفرز الواجبات والمهام لكل سواء قائد قوة الشرطة أو وكيل وزارة الداخلية، وهذا شيء مو جديد، هذا متبع في دول الخليج، في المملكة العربية السعودية، في البحرين، في قطر يوجد هذا الكلام، في مدير أمن أو رئيس الأمن العام يسمى ومعه وكيل وزارة، وكيل وزارة يكون معني في الأمور المالية والإدارية والخدمية، ورئيس قوة الشرطة أو رئيس الأمن العام معني في الأمور الميدانية والعمل الأمني البحت، وهذا يعطي نوع من يعني فك أو اللود القوي ولا الجهد اللي على شخص واحد، هذا يؤدي إلى تخفيف الأعباء وإلى تنظيم العمل وتخصصية في العمل إن شاء الله إن شاء الله، والبركة في الموجودين وعسى الله يوفقهم إن شاء الله، والكويت تستاهل ومهما عملنا فنحن مقصرين. وسط حضور كبير للشعراء الكويتيين، أقامت ديوانية الشعراء النبط الغبقة الرمضانية السنوية، والتي حضرها عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين والمهتمين بالشعر النبطي. ديوانية شعراء النبط مشروع قام فيه أمير القلوب، ومن بعده سيدي صاحب السمو أصر على استمرارية الدعم لهذه الديوانية و منتسبينها. الديوانية إن شاء الله في المستقبل القريب راح تكون أداة من إحياء الموروث الشعبي الكويتي وتشجيع لأهل القصيد سواء في الكويت أو الخليج العربي إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق، وما شاء الله ثلة طيبة من رجال الكويت ونتمنى لهم التوفيق. لقد كنا في ديوانية شعراء النبط نضع دائماً في عملنا توجيهات صاحب السمو، نصب أعيننا ونسير على نهجه، ومن المعروف أن سموه حفظه الله يدعم بقوة الشعر والشعراء ويحرص باستمرار على التواصل معهم ويمدهم بالتشجيع ويحثهم على الإبداع. أصبحت أحلام بنت عبد الرحمن آل ثنيان أول سعودية تتسلم رخصة قيادة سيارة، وذلك بعد بدء المملكة العربية السعودية إصدار رخص القيادة للنساء قبل أقل من 3 أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح لهن بالقيادة في المملكة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الإدارة العامة للمرور بدأت استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية، وأكدت أن أول مجموعة من النساء تسلمت رخص القيادة السعودية، حيث تم التسليم في عدة مدن، مضيفة أن إصدارها جاء بعد التأكد من صحة الرخصة الدولية وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي.
للسنة 13 على التوالي وتخليدا لذكراها، اختتم قطاع الأمن الخاص في وزارة الداخلية دورة المرحومة الشيخة سلوى صباح الأحمد الرمضانية لكرة القدم داخل الصالات. وشارك في نسخة هذا العام 15 إدارة تابعة لقطاع الأمن الخاص وبزيادة 3 إدارات عن الدورة السابقة. وتمكن فريق إدارة الأمن والسيطرة من المحافظة على اللقب وتحقيق كأس البطولة بفوزه على فريق إدارة دروع الأمن بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب خالد إبراهيم في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الألعاب الرياضية في مبنى القوات الخاصة. إن شاء الله تستمر هذه البطولة ونستذكر فيها المرحومة بإذن الله تعالى، وأن إن شاء الله يعني الفردوس الأعلى من الجنة ويتغمدها بواسع رحمته. ولا شك أن شرف عظيم لنا أن نتواجد بين إخواننا وأبنائنا في المعسكر الذي نشأت فيه وترعرعت فيه وبدأت حياتي الوظيفية في قوة الطوارئ اللي هي المعسكر القوات الخاصة، سواء المعسكر قديم أو جديد. إحنا الآن القصد أن في نفس المدرسة في نفس الروح مع أبنائنا وزملائنا، نتمنى لهم السداد والموفقية، ونستذكر بكل فخر واعتزاز شهدائنا الأبرار من وزارة الداخلية، وكذلك طبعا أكيد أيضا منهم كثيرين من قطاع الأمن الخاص، نستذكرهم بكل فخر واعتزاز ونتمنى لهم الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله. ونستذكر تضحيات أبنائنا أيضا وقيامهم بدورهم في تأمين هذا الوطن وحفظ النظام والأمن العام والمكتسبات لهذا الوطن. أشكر سيدي صاحب السمو أمير البلاد على دعمه لهذه البطولة، وأشكر طبعا الفريق محمود دوسري أهم دعمه للبطولة. مثل ما تشوفون البطولة نجحت دورة 13، وكل سنة قاعد تتطور عن سنة، وبإذن الله إن شاء الله دورة 14 راح تكون أفضل من 13، وأشياء ثانية تنزل إن شاء الله، يعني بطولات ثانية. مثل ما أقول لكم، مثل ما شفتوا اليوم اللاعبين طبعا كل سنة قاعد تطورون عن السنة اللي فاتت. اليوم التنافس قوي، وهو من البداية كان التنافس قوي على البطولة هذه كونها أنها بطولة المرحوم الشيخة سلوى، فيحبون يكونون هم الفائزين في البطولة هذه. بالنهاية منو شجعت أبو أحمد؟ والله كل قطاع الأمن الخاص، بس ما أقدر أقول يعني ما في منافسين داخل المعسكر. بس إلى هنا وصل معكم لنهاية الموجز، وقبل الختام نتوقف معكم مع حالة الطقس في أمان الله. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا رطبة هالأيام، خاصة على المناطق الساحلية والجزر، والأجواء الحارة مستمرة معانا. أما بالنسبة للهواء فهو كوس خفيف إلى معتدل السرعة، قد ينشط على فترات بيكون مثير للغبار بالأخص على المناطق المكشوفة. تراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. أما بالنسبة لأجواءنا الليلة فأجواءنا غائمة جزئيا ورطبة نسبيا. الهواء كوس إلى متقلب الاتجاه خفيف إلى معتدل السرعة، تراوح سرعته من 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 32 درجة مئوية، في الجهرة 30 درجة مئوية، في الشقاي والسالمي 28 درجة مئوية، في الجزر الكويتية 27 درجة مئوية، وأيضا في شمال الكويت في العبدلي 27 درجة مئوية، في جنوب الكويت في الوفرة 26 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم، والتيارات المائية ضمن فترات الفساد. أجواءنا راح تكون مستمرة معانا غائمة جزئيا ورطبة نسبيا إلى باكر. درجات الحرارة المتوقعة باكر في مدينة الكويت 34 درجة مئوية، في الجهرة في غرب الكويت 45 درجة مئوية، وأيضا في الشقاي والسالمي 45 درجة مئوية، في شمال الكويت في العبدلي 46، وفي جنوب الكويت في الوفرة 45 درجة مئوية، في الجزر الكويتية 39 درجة مئوية. الهواء راح يكون كوس إلى جنوبي خفيف إلى معتدل السرعة، تراوح سرعته من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، قد يكون مثير للغبار على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم، والتيارات المائية ضمن فترات الحمل. أعزائي المشاهدين خلكم معنا تفاصيل عن حالة البحر مواقيت الصلاة.
الأجواء الحارة مستمرة معنا خلال الأربع أيام الجاية، والأجواء الرطبة كذلك اللي يزيد فيها الإحساس بالحرارة خاصة خلال فترات النهار. أجواءنا باكر يوم الثلاثاء راح تكون أجواء رطبة، وفي بعض أجواءنا رطبة وراح يكون درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية. بالنسبة ليوم الأربعاء راح تكون الأجواء حارة وتظهر بعض السحب العالية العظمى 46 والصغرى 31 درجة مئوية. يقلب معانا الهواء يوم الخميس واللي معه يكون شمالي غربي، وراح تكون أجواءنا يوم الأربعاء ويوم الخميس واليوم شديدة الحرارة العظمى 49 درجة مئوية والصغرى تتراوح ما بين 32 و 33 درجة مئوية. قد تصل سرعة الرياح إلى 45 درجة مئوية وراح تكون مثيرة للغبار بالأخص على المناطق المكشوفة. أعزائي المشاهدين، لمعرفة تفاصيل أكثر حول الجو تابعونا في نشراتنا الجوية القادمة، وحيث أترككم مع درجات الحرارة في العواصم الخليجية وبعض العواصم والمدن العالمية.